السلام عليكم، معكم أيمن عيسى. اليوم حابب أحكي لكم عن تكلفة الحياة في الصين، تحديدا في المدينة اللي بعيش فيها داليان. صراحة تكلفة الحياة بشكل عام في داليان مرضية مقارنة بالمدن الكبيرة والضخمة زي شنغهاي، بكين، تشينجين. أبدأ معكم بتكلفة المواد الغذائية. الآن أنا رايح على الوالمارت اللي هي سلسلة مولات المشهورة. تكلفة الحياة في الصين من مدينة إلى أخرى مختلف كلياً، فما بقدر أعمم لكم إنه تكلفة الحياة في داليان ممكن تعمم على الصين ككل. من أقل من شهر تقريباً كنت بكين. صراحة تكلفة المواد الغذائية بشكل عام، المطاعم، المواصلات أغلى بكثير من داليان.